وصلى وسلم على النبوس رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر رسل الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري وامتناني لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الصور على الثقة في اختياري في الحكم على هذه الرسالة، وأخص الشكر أستاذنا الدكتور مصطفى يوسف والأخ الفاضل أستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف. وكما أن هناك علاقة بين جامعة طنطا وجامعة الصور، فهناك برضه علاقة وثيقة بين جامعة الصور وجامعة المنيا، حيث أن جامعة المنيا استلت من جامعة الصور، يعني عبارة عن مستقلة بقرار جمهوري سنة 1975. وطبعا يرجى فضل لها في تعليمنا في تنظيم مؤتمرات كثيرة عن جيولوجية أفريقيا في أحد جامعة الصور في أكثر من عام، فيرجى لها فضل كبير على جامعة المنيا في الكثير من الأمور. طبعا شرف كبير لي ان اكون بين ايديكم اليوم وابدي بعض الملاحظات. الامر الطبيعي لاي عمل علمي لابد ان اكون عليه بكل ما يقرا اي انسان شغل، لابد ان يبدي فيه بعض الملاحظات، هي ليست اخطاء لكن هي ملاحظات نتيجه القراءة اكثر من عين على بحث او رساله معينه. الرسالة في مضمونها تنم عن جهد كبير مبذول من الباحث، وبتبدي ايضا مدى الاشراف المخلص المتميز والجاد من استاذنا الدكتور مصطفى يوسف والاخ الفاضل الدكتور محمد عبد الرؤوف. وكما ذكرت ان اي عمل لابد له من ملاحظات، الملاحظات دي قد تكون تنظيميه وقد تكون لغويه وقد تكون في صلب الموضوع ده. طبعا الرساله في مضمونها يعني تعتبر مرجع، وهي تضم حوالي 157 صفحه وفيها حوالي 173 مرجع. في العشر سنين الاخيره في حوالي 22 مرجع، ده بتدل على مدى الحداثه في مطالعه الابحاث الحديثه، يعني في بحث لغايه سنه 2011 يعني السنه الماضيه. يعني في 22 مرجع دولي بعد سنة 2000، وده طبعا شيء مطلوب في البحث العلمي الحداثة والاطلاع على حيث ما وصل إليه الآن. طبعا هبدأ في عجالة سريعة طبعا بعد ما أفاض الدكتور أخي الفضل الأستاذ الدكتور محمد عاطف، ولكن أنا يعني جزء بسيط إن شاء الله سوف أطيل عليكم. يتعلق في البداية بجزء تنظيمي بس كده في البداية، ان هو في بعض الصفحات كده غير مطابقه في الكونتنت اللي موجود داخل الرساله نفسها، عشان انا راح يحاول يبص في الكونتنت على الموضوع الفلاني يلاقي نفس الصفحه مطابقه، وده طبعا علشان اي عمل علمي ده بيعتبر علم انتفع به، يعني رصيد للانسان. يعني الانسان حتى بعد مغامرات الحياه الدنيا العلم هو الباقي، علم انتفع به. فهناك في صفحه الكونتنت يعني صفحتين كده يعني مراجعة بعض أرقام الصفحات لكي تطابق ما ورد في التكست أو المال. وطبعا فيه ليست أوف فيجرز برضه فيها حوالي أربع صفحات كده مش مطابقة للموجود علشان برضه يحصل تطابق. وزي ما فيه ليست أوف فيجر وليست أوف تيبل، الرسالة تحتوي على 30 بيتس. البيتس دي قد تكون فيها فيلد فوقها صور حقلية أو صور مايكروسكوبية. فكان يعني كلام تنظيم طالما في ليست اوف فيجرز وليست اوف تيبلز لابد أن يكون هناك برضه ليست اوف بليتس علشان يستدل بها على مواقع البليتشن، ودي أنا عملتها وجاي استعمل كانت أنا زي طريقة فرشاة سواء في ترتيب الصفحات أو من ورا كتجميع. ده كجزء تنظيمي بس علشان دي هتبقى عمل إلى الأبد موجود في المكتبة للاطلاع عليه بقالي وقت. طبعا في صفحه 2 هناك كثير زي ما قلت فيه حاجات لغويه، يعني معظمها اوف ستادي اريا، بنقول اوف ذا ستادي اريا، هذا التعريف متكرر في حوالي اربع خمس سطور في الاخر اللي هو ذا سنتر بارت اوف ذا ستادي، ذا وذا علشان المنطقه هنا معلومه فيجب ان تعرف
بتاع لان دي متكرره في كثير من الصفحات. صفحه 14 برضه حاجات يعني لغويات شويه. ان انا بتربعه مثلا هنا مكتوبه تو دروينج، طبعا بعد تو يجي الفعل في المصدر يبقى اتلغى الاي ان دي. يعني بالاضافه كحاجات لغويات برضه صفحه 15 موجوده تو مابنج. مابنج يعني في اي ان دي وتو بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى تو ماب تخريط. صفحه 15 في صفحه 18 طبعا على الصوره وضع رمز على الصوره الحفليه في فيجر 2.8 اي، يعني مش موجود اللي هو بين السترايك سيت فولت ده رمز ال 79 ك لينسز محشوه في ال 79 بالكامل. فيراعى وضع رمز ال 79 زي ما هو موجود السي ار بين قوسين وعلى اليمين اللي هي ال 79 اس علشان يبقى معروفه الوحدات الصخريه سواء في وسط الفوق وعلى جنبي الفوق عشان نعرف الاستراكشن معايا نعرف بس في التكست يعني. صفحه 20 برضه دي حاجات كلها متعلقه طالما ذكرت الميتا سيدمنتس ده ميم يبقى اكتفي ما اقولش ميتا سيدمنتس روك، ممكن اقول ميتا سيدمنت روك، ان انا طالما ذكرت ميتا سيدمنت فدي كافيه كمين مش محتاج ان يتكتب بعديها روك. بالاضافه لادوات التعريف واللي هي مشار اليها على صفحات الرساله. في صفحه 31 في مرجع العقاد والرقم ده يمكن ذكره الدكتور محمد، ده غير موجود في قائمه المرجع، يعني لازم طبعا قائمه المرجع دي مهمه جدا في اي بحث، يعني المرجع اللي بستقي منها المعلومات اللي هي الحاجات اللي بجمعها سواء الليترشر او حاجات دوليه لازم اذكر كل معلومه ذكرتها، فلازم يكون العدد مطابق اللي موجود في المتن مع اللي موجود في التكست. فالعقاد الرقم سنه 60 غير موجود في قائمه المرجع. صفحه 40 في الميتا اند ديزاين يعني كروكس هنا مكتوب طبعا في انسين سيكشن زي ار كومبوزد مينلي اوف بلاد بليز وكلورايد وبيتايد والى اخره. وفي نفس الجمله بعديها جايزيز روك كونتين بلاد بليز في ان جراوند ناس اوف نفس المعادن يعني. وده يعني الجراوند ناس غير المين او المين كونستيتونتس، يعني هنا في محتاج اعاده صياغه شويه لان الكومبوست مينلي هي نفسها الجراوند ناس، فلازم يعني تكون حاطه فيه سم ديفرنس بتوين زين في بعض المينرالز علشان نعرف نفرق بين المين مينرالز ومين وبين الجراوند ناس، لان طبعا دايما الحاجات الفولكانيك لاست والحاجات المفتته دايما في تو اليمنتس، اول حاجه المينرال نفسها وبعد كده الجراوند ناس او الماتريكس اللي هي احتوتها اللي هي امبيدد بداخلها. فيعني رجع كده عدد صياغتها يعني شويه بحيث ما يبقاش في لفت نظر لتكرار المعادن في المينلي وال. صفحه 73 فيها برضه ذكروا اخونا الفاضل الدكتور محمد باترسون وجايس 96 ده غير المرجع غير موجود في قائمه المرجع. في منتصف الصفحه كده في البليت 5.2 اي دي يعني مش شبيهه خالص، هي اعتقد انها 5.2 بي لان دي برضه مشار اليها في المد ومش موجوده في اي بليت، اعتقد انها خطا مطبعه يعني انها 5.5 بي. صفحه 76 فيها مرجع برضه اللي هو الباينشتاين راينشتاين ميتال ده غير موجود في قائمة المراجع. في برضه صفحة 86 بريك 559 اف بي، يعني هي اعتقد بريك 59 اف بي لان الموجود على الصورة علشان يحصل تطابق يعني. في صفحة 116 في بولر دي تاني، انما هي في قائمة المراجع بولر دي اند سي جي، لما اقول بولر دي تال يعني هو اخرين يبقى في اكثر من اثنين، انما هي في الريفرنس ورق اثنين فهي هتتصلح هتبقى بولر اند سي جي عشان تطابق الريفرنس الورق.
فيه برضه صفحة 118 مرجع رمزي ولا رمزي 1980 ده يوجد في المراجع دي. صفحة 123 دي طبعا كلمة ميتا سيدمنتس في متكررة في البريد كتير ان ميتا ايه ناقصة ملحوظة كتيرة في معظم البلاد يعني حاجة بسيطة يعني دي سهلة بس عشان متكررة كتير اوي مختلف في معظم برضه صفحة 42 دي كلها جواب تعريف الاستصحابي الاجابة ما تزودش على الوضع في قائمة الريفرنس ودي زي ما ذكرت مهمة جدا عبد الخالق إيتال ده غير موجود في الماب يعني مش موجود خالص في التكست أي إشارة فده طبعا ده يتحذف من قائمة المراجع لأن مفيش أي إشارة أو ريفرنس له في داخل الرسالة وأبو العلا 1979 وبعد أبو العلا نجيب بقى الموجود في الماب من صفحة 31 اللي هو بتاع العطال والرمل عشان نظبط الاثنين مع بعض طبعا في عبد الواحد ان ذا سنتر الاسفر ديزرت اوف ايجيبت على اساس يعني اسم البحث يبقى متكامل فيه صفحه 150 بين الشيم وجيفرسون في مرجع في المتن المفروض هيجي اللي هو صفحه 76 وباين ستاين في صفحه 152 كل هوفن ده غير موجود في المتن وكوبش غير موجود برضه معارض خمس ريفرنس مش موجود طبعا رمز دي اللي انا ذكرتها هي مكتوبه ورا 1881 يعني اعتقد ده خطا هي 1900 وهل هو اللي انا ذكرته في المتن هل هو نفس المرجع ولا ده مرجع اذا حلت مشكله طبعا في اللغة العربية طبعا دي مهمة خاصة يعني اللغة الأم بتاعتنا يعني في بعض حاجات بسيطة كده في الملخص العربي تغطي مساحة 260 كيلو متر ومكتوبة 2 يعني هتتكتب كيلو متر مربع كده طالما هي لغة عربية يعني حيث أن هذه المنطقة غير متوافقة في برضه حاجات يعني المفروض تعرب يعني اللي هي الاوفر تيرنت فولز فهنقول مثل الطيات المقلوبه ريكومبنت فولز اللي هي الطيات المضطجعه او النائمه تشوه البورفيرو كلاست بالعربي الفتات الصقر البورفيري اللي هو احد الديفورميشنال فيسز او العلامات اللي بيشتغل بها طبعا البودي ماج ستراكشر اللي هو العربيه اللي هي البنيات المحشوه اللي هي زي عدسات الكروميت اللي بتبقى محشوه عامل زي لينسز كده امبيدد في سيرفنت نايت فدي كلها حاجات يعني بسيطه ودي ارجو ان اكون قد اسقلت عليكم ولكن هي ملاحظات عابره وسريعه وكل هذه الملاحظات لا تقلل من مدى الجهد الهائل والضخم المبذول من الباحث ومن لجنه الاشراف واتمنى لك التوفيق في حياتك المستقبليه وبالتوفيق ان شاء الله بارك الله ونعتزل الدقائق للرقص على جنس المحشر كتاب التقرير المشترك ونعود اليك ان شاء الله في خلال الدقائق المحشر
الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان اتلو عليكم التقرير الجماعي عن رساله الماجستير في العلوم الجيولوجيا التركيبيه المقدمه من الطالب حسن سيد عباس المعيد بقسم الجيولوجيا الكليه في العلوم جامعه اسيوط، مقدمه الى قسم الجيولوجيا الكليه في العلوم جامعه اسيوط تحت عنوان المراحل التركيبيه والتشوهيه لمنطقه وادي بير عليك وادي مبارك وسط الصحراء الشرقيه مصر. Structure and formation phases of Wadi Bir Arik, Wadi Mubarak Central Eastern Desert Egypt. بناء على موافقة مجلس الكلية تاريخ 19/28/12 انعقدت لجنة الفحص والمناقشة المكونة من السادة الأستاذ الدكتور محمد عاطف نوير أستاذ بقسم الجيولوجيا الكلية في علوم جامعة طنطا، الأستاذ الدكتور هارون أحمد محمد أستاذ بقسم الجيولوجيا الكلية في علوم جامعة المنيا، أستاذ الدكتور مصطفى محمود محمد يوسف أستاذ متفرع بقسم الجيولوجيا الكلية في علوم جامعة أسيوط، أستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف حسن سليمان أستاذ بقسم الجيولوجيا الكلية في علوم جامعة أسيوط. يوم السبت 23 يونيو 2012، وقد قامت اللجنة بفحص الرسالة ومناقشة الطالب في موضوع الرسالة ومناقشة الأسس العلمية التي قام عليها البحث. وقد رأت اللجنة ما يلي: أن الطالب حسن سيد حسن عباس المعيد بقسم الجيولوجيا الكلية في علوم جامعة أسيوط قد قام بعرض موضوع رسالة بطريقة علمية سليمة ومتمكنة، كما أجاب على معظم الأسئلة التي طرحت عليه أثناء المناقشة، مما يدل على إلمام الطالب بالأسس العلمية والعناصر والمواد التي قام عليها البحث. لذا توصي اللجنة مقتنعة منح الطالب حسن سيد حسن عباس المعيد بقسم الجيولوجيا الكلية في علوم جامعة أسيوط درجة الماجستير في العلوم جيولوجيا تركيبية من كلية العلوم جامعة أسيوط. أعضاء اللجنة أستاذ الدكتور محمد عاطف نوير، أستاذ الدكتور هارون أحمد محمد، أستاذ الدكتور مصطفى محمود يوسف، أستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف حسن سليمان، وألف مبروك لك. الدنيا فرح وياي
بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. تحية قلبي والأفراح ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما 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 الدنيا زي الفرحة من الجنة.